أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى آخر الأخبار الرياضية. عقد نجم كرة القدم العالميان روبرتو كارلوس وباتريك كلويفيرت مؤتمرا صحفيا في أربيل حول زيارتهما لها وإجراء مباراة استعراضية بين أصدقاء النجم البرازيلي وأصدقاء النجم الهولندي. هذا وستقام مباراة ودية في 23 من الشهر الحالي على ملعب فرانسو حريري وسط مدينة أربيل. وقد وصل النجمان العالميان صباح اليوم إلى عاصمة الإقليم، وكان في استقبالهما محافظ أربيل أوميد خوشناو. شعرت بسعادة عارمة لدى وصولي إلى الإقليم، وانتابني إحساس رائع لكوني هنا الآن، ويسعدني أن أتبادل معكم الخبرات، أن أجلس معكم لنناقش مختلف المواضيع. وهذه فرصة جميلة لهذه الزيارة مع باتريك، ويسعدنا كلينا زيارة بلدان العالم والتعرف على ثقافات جيدة وأناس آخرين، بالإضافة إلى المساهمة في تقدم رياضة كرة القدم في المنطقة. أود أن أشيد بتاريخكم الفذ والإنجازات التي حققتموها، وكذلك اهتمامكم البالغ برياضة كرة القدم. إن الهدف الرئيسي لزيارتنا أنا وباتريك إلى كردستان هو أن نرسل رسالة إلى العالم مفادها كم أن كردستان إقليم آمن ومستقر، وكم أن الكرد ودودون واجتماعيون. سنكون صوتكم في أرجاء العالم، وسنحض الآخرين على المجيء إلى هنا.